هناك في لواء طيبة إربد ملك، طفلة جميلة بريئة لم تكمل 3 سنوات تلعب في ساحة منزلها، عقر كلب مسعور وجه ملك. كل العيلة كانت موجودة، أخوي على ظهر زيتونة قاعد بفرط بزيتونة، تفاجأنا يعني البنت اجت مع أخوي لسانه مربوط والباقي عند أخوي. سحبها وين بالضبط؟ من هون. عيطت البنت مثل هون وهون، قلت خلص يعني كانت ملك هون. اجى سحبها من غاد لهون، عيطت شوي وسكتت، قلت لعاد خلص هاي أخوي شال الكلب و يعني شو اسمه فللو وفلت البنت جوا. كان عاضدها من خدها بعدين سحبها؟ لا، اول شيء كان شايلها من شعرها بعدين سحبها لهون، سحبها لهون سكتت البنت. طلعت انا على ظهر الزيتون بعدين قلت خلينا اشوف هذا الكلب على البنجره، شفت ولا شايلها قاعد بجربها من هون لغاد. وعلى الفور تم اسعافها لمستشفى الاميره بسمه وقطب الجرح. حمل المسؤولية للإسعافات الأولية اللي تلقتها بنتي، تلقتها من مستشفى بسمة، وكانت استهتار كبير منهم ولا مبالاة، كأنه الإشي إشي طبيعي، ومع هاد كانت أخطاء كثير يعني واضحة. أولها تقطيب، ثانيها ما دخلونا، ما تابعوا الجرح، ما عقموا، وثالث إشي خرجونا من المستشفى وما حذرونا من أي إشي، مع إني كنت ألح عليهم بالأسئلة، حالة بنتي كيف؟ شو أعمل لبنتي؟ وضع بنتي شو؟ كيف؟ بنتك أخذت مطعم الصفر وأمورها تمام، رح تمشي أمورها تمام، بما إنه بنتي أخذت مطعم الصفر، مطعم 3 أيام، مطعم الأسبوع والأسبوعين، ليش بنتي بعد أسبوعين تكسى؟ برمشة عين، لمح البصر، مبارح كانت تلعب، تضحك وتوكل، تشرب معنا، اليوم مش موجودة معي. 29 أكتوبر 2017، ملك فارقت الحياة، ملك بين الملائكة الآن، وما زال والديها يطالبان بالتقرير الطبي في مستشفى الأميرة بسمة، ولكن الحصول عليه متوقف على موافقة وزير الصحة في عمان. ذهبا إلى المدعي العام للحصول على تقرير الطب الشرعي، وكان الجواب أن تقرير الطب الشرعي لم يجهز بعد. مع شعور الفقدان وبعض من الصبر، والدا ملك يبحثان عن حقيقة وفاة ابنتهم، وما زالت الإجراءات الطبية لم يفصح عنها بعد، رغم إصرار والدا ملك دون جدوى حتى لحظة إعداد التقرير في 8 نوفمبر 2017.